أدي 5 شهور باقي بلحكة. أمين لا تشاني العام تشاني ولا تشاني مرة كندوز البكرة سقطت أنا على برا ودي المرة تشاني إن شاء الله تكون هاد المرة تشاني. وخا أنا دابا وسط السجن تقدر تكون هادي فرصة بالعكس تزيد تحفزني ماشي تقدر تزيد تحفزني بنخرج ندير شي فاش كتدخل هاد البلاصة كتزيد تعرف بأن راه القراية راهي كلشي راه إلا ما قريتيش ما غاتوصلش. والقراية بالعكس إلا شديت الباك بالنسبة للدار دويش قالوا لي دووا مع المحامي قال لهم لا شد الباك نخرج يدووا مع القاضي قال لهم الدري راه يقرا وبخير صافي. انا اصلا عامد لهم في هادشي ندير والو بالنسبه للباك انا راه غيشكل لي بزاف تقدر تقلب حياتي 90 درجه تقدر دابا مثلا دابا انا شي لا دخلت الحبس نفكر في واحد افكار سلبيه نقول صافي دخلت الحبس صافي حياتي مشات الدار يقولوا لي صافي ضيع شي قرايتك تقدر انا شديت الباك انا تبدل شحال من حاجه كنتمنى نكمل قرايتي كمل ندير شي محامي. بالنسبه لهاد الاجواء هادي داز ظروف ملائمه زعما شي الحشياطاش ديال الوقايه السلامه داز بخير كاين واحد المسافه ما بين التلميذ والتلميذ كل واحد السيلو ديالو فرقوا علينا بافيطاش لي كاسكادو ديال لي ماسك كيضرقوا صافي في ظروف ملائمه. الدراري تقرا جابونا مركز الاصلاح التشادي بعين سبع جابونا دارونا في العزله السيلون بوحدنا مابغاوش يخلطونا مع الدراري الاخرين دارنا طرا شي حاجه طرا بعض المشاكل عرفتي ركزوا لينا على الدروس ماشي فحال الاول كنتي كتركزوا لك على بزاف ديال الدروس ديال الدوره الاولى ديال الدوره الثانيه كتبقى محتارين درس غير حطوا ركزوا لينا على الدروس ديال الدوره الاولى بالنسبه للعربيه دوزت لهم الصباح كنا دائرة تحطوا لهم دائرة الشعر العربي الحديث كان في المتناول دعمونا نفسيا في مركز الإصلاح والتهذيب أنا أصلا فهمشي محفز راسي براسي حتى هما تينصحونا وتيقولوا لنا قراو فهمشي سميشو اللي شديتو سميشو اللي شديتو الوطني راه تكون لكم واحد الباب بحال مثلا شديت أنا الوطني أنا شاب راسي ما دوزتش هذيك المدة كاع بحال اللي كتب لك ديك العام ما غنضيعش راسي غنخرج على القراسي شاد الباك على برا نقدر نكمل قرايتي بما تحيه ديالو سخ من تما لواحد عامين ولا 3 سنين وندير ديك الساعه الحاجه اللي بغيت. والدي الله يرحمه اول بكالوري 18 عام ما كنت في مركز اصلاح التهذيب اصلاحيه جاموني هنا باش ندوز بكالوري لا مكمل قرايتي مو متابع دايرين سلك علوم انسانيه جيت هنا بسبب سرقه كان غلط عافي وجيت لهنا عافي وكملت قرايتي بحال ما بحال كاين برا عافي وجيت دوزت انا وكلشي داز بخير اللهم لك الحمد ضروري ما تندم ولكن كدير لك درس تعلم شحال من حاجه بحال قلتي شرس فهمتيني ولكن مزيان تعلمت شحال من حاجه تعلمت شحال من حاجه في حياتي باش ما تبقاش تعاود مزيان ملي تعلمت بزاف ديال الحوايج اعتماد على النفس ما تبقاش دير حوايج خايبين ولي درتيهم فين غيوصلوك الحريه شحال المضاء للحريه شحال زوين فاجواء انا كلشي بخير فحال مدوز في مدرسه وكلشي موفر لينا كلشي اللهم لك الحمد فحال على برا فهمتيني كلشي محترمين حتى حنا محترمين مسافه الامان وكلشي داير خدمته بريباراسيون تاعي كانت مزيانه وكلشي امور داس مزيان ان شاء الله هادشي اللي بغينا قال لي 4 شهور ضروري خاصني نشد الباك ما عنديش حامل الحاج نكمل قرايتي بعد ندير البوليس ان شاء الله كمل قرايتي بعدا في لافاك كنقول لهم سمحوا لي اول مره واخر مره راه كنت درس كم نشكرهم على الشحنه اللي عطاوني باش نبقى شاد في راسي وما نتهرش ونكمل الحياه ديالي بحال ما طرا لي والو الدراري كم نصحهم ما نقول لهم فهمتي الحبس ما فيه والو وجمع راسهم وكاين محسن وكاين شحال من حاجه برا على الدار راه حاجه تما كتحرم منها عاد باش كتعرف المذاق ديالها لا اول مره واخر مره